تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد فيما يلي نصها. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فإنه لمن دواعي سرورنا أن نعبر لجلالتكم عن خالص تهانينا وتبريكاتنا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم ويرعاكم ويعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها على جلالتكم وعلى شعب البحرين الوفي والأمة العربية والإسلامية بوافر اليمن والخير والبركات، وأنه ليسعدنا كثيرا في هذه الأيام المباركة أن نؤكد اعتزازنا بقيادتكم الحكيمة لمسيرة الخير والتقدم والنماء في بلدنا العزيز، وبما تواصلون جلالتكم تحقيقه من إنجازات كبيرة تحقيقا لأمان وتطلعات شعبكم الوفي المحب لجلالتكم، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالتكم ويسبغ عليكم وفور الصحة والسعادة، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، هذا نصها: صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله رئيس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلقد تلقينا برقية سموكم العزيز المهنئة لنا بمناسبة عيد الفطر المبارك للعام 1439 هجرية، وإننا إذ نشكر سموكم خالص الشكر لنبعث إلى سموكم بأطيب التحيات وصادق التمنيات بوفور الصحة والعافية، داعين الله أن يعيدها على سموكم هذه المناسبة المباركة وعلى مملكتنا العزيزة وشعبنا الوفي والأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، ونسأله تعالى يمتعكم بالعافية وطول العمر، إنه سميع مجيب، ودمتم بحفظ الله سالمين. حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.